جيت على تركيا قبل 7 سنين. أنا من حلب، تصوبت بحلب على دوار الصخور. صار كتير قصف بحلب وقصفوا المدرسة اللي كنت أدرس فيها، فكنا رح ننزح على بيت جدي، وعلى الدوار إجا صوت طيارة. بعدين ما حسينا إلا كلياتنا بالأرض. بعدين قمت وقفت ولا رجلي مو موجودة فوقات، وأختي كانت مثلي وأخي، فسعفونا على مشفى بحلب. كنا رح نتعالج هنيك بس أخي كان وضعه سيء فبعتوه على تركيا، وأنا وأختي ضلينا تعالجنا بحلب. بعد ما تعالجنا جيت على تركيا عشان ركب طرف وكمل دراسة هون. بسوريا قبل ما أتصاب كنت أروح على المدرسة، وكنت كتير بحب المدرسة وبحب الدراسة، كنت كتير بحب أطلع وفوت وروح، كانت كتير بحب اتحرك، كانت طلعة الدرج كتير سهلة. بس بعد ما تصابت صارت أصعب، صرت كل ما اجي على البيت كون عم ببكي بسبب جروح الطرف، وصرت لما اروح على المدرسة لاقي صعوبة. حتى تغيرت كتير شغلات، مثلا انه الناس بيستخفوا فيك بعد ما تصاب او هيك، انه يا ريت ما صارت هالحرب بسوريا وما تصابت كل هالعالم. انه لما بتصاب تتغير كتير شغلات، مو مثل الاول اكيد، نظرة الناس والطرف والدراسة وكل شيء. ولما جيت على تركيا ركبت طرف وبلشت روح على المدرسة. أول فترة كان منيح وكنت روح على المدرسة والحمد لله كان كتير كويس. بعد فترة بلش يجرحني وانكسر فصار كتير سيء، فصرت كل ما أروح على المدرسة أرجع عم ببكي، كل ما أروح على المدرسة أرجع عم ببكي. آخر شيء صرت حضر للجامعة، صرت روح على معاهد كل شهر بطل، كل فترة سجل معهد شهر وبطل بسبب الطرف، لأني ما عم بحسن روح فيه لأنه كتير عم يجرحني، واجي على البيت عم ابكي فما كنت اقدر اروح. كل فترة بطل المعهد. اخر شي هلا ما عم بحسن روح على المعهد بشان الطرف، ما عم بقدر، وبدي ادخل على الجامعة ما عم بحسن لانه الطرف سيء. قبل كنت احسن اروح على المدرسة بالهذا، العب مع رفقاتي، العب بالشارع، العب بالبسكليت، احسن العب كل شي. بس هلا ما صايرة احسن العب كتير. ركبت أول شي إجر، كانت كويسة بس مانا إلكترونية، بس بعدين صارت تنكسر، تنفلت بالمدرسة. هناك أوقات تنفلت أنا وعم بلعب مع رفقاتي، أمي تجي على المدرسة وهيك. بعدين صارت تجرحني، ما أروح على المدرسة، أغيب عن المدرسة وهيك عشان أروح على المركز. أروح على المركز يزبطوها بس مو كتير تزبط لأنه إجر عادية. بعدين مر وقت كتير رحت على المركز مرة تانية، زبطوا لي إياها آخر مرة وعملوا لي إجر عادية، بعدين سكر المركز اللي هون. هلا عم تجرحني بس هذا عم تجرحني، وبدي افتح المدارس ما عم بحسن بروح على المدرسة، عم بغيب على المدرسة.
ما رحت لهذيك الحارة قال بابا لا تروح عليها؟ رحت.